السلام عليكم مشاهدين ديالي، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ونهاركم مبروك وعوشكم مبروكة، تكون عليكم الصحة والهنا والتيسير في هذا النهار المولود. اليوم غنشارك معكم شوية ديال الرفيسة. هانتينا عندي هنا الدجاج، ودابا غادي نقطع عندي هنا شوية العدس. وقلت اليوم شارك معكم الرفيسه ديالي خواتاتي متابعين ديالي الزوينين، اللي خطيكم عليا والله يجعل ربي هاد الواشر تدخل عليكم بالصحه والهنا والتيسير ان شاء الله. الله يخليكم ربي وليداتكم ورجالاتكم والديكم، الله يخليهم لكم. تينا نقطع هاد البصله، هي البصله واحد ديالها غليظه هي كطيب وفيسه زوينه كتجي فيها البصله غليظه. ايوا نتمنى تجيكم الرفيسه ديالي اخواتاتي متابعين ديالي. ونقول ندير معكم شويه شحال هذه ما درناها. عندي هنا واحد الراس ديال الثومه فركته باش ما يكونش فيه الرمله ولا التراب ولا شي حاجه، ايوا غسلتو ودابا غنديرو تا هو معاهم. ندير واحد نص خوقة د المطيشة، شحال نديرو كل نهار كل نهار ورزقو كل نهار وشني كيحضر من عند الله تعالى وبركاته. اش كيقول لك اللي كيخلق كيخلق برزقو، كل نهار ورزقو. النهار اللي كتصبح ما عندك حتى حاجه في الدار كتقول لي واش غندير الغدا واش غندير العشاء، كيجيب الله كيجيب لك ربي رزقك باش اللي كتب الله كيجيبو لك الله تعالى وبركاته. وداكشي اللي مكتب لنا الله هو اللي كنديرو صافي. هنايا راه غلطين وهاد الصداع ديال الجو غيقبلو عليا خوتي. هاد الطويار عندي هنايا عرفتي عندو واحد الصوت وواحد الموسيقى كيدرا فمو والله العظيم إلا قلتلو صدعتيني عاد في الصباح قلت لوالدي، قلتلو وليدي هاد الطير صدعني هنايا كيبغي يجي يسكت عاد. إيوا ما في الصباح لا بغيتي تصبح ناسا ما تصبح شي ناسا وينوضك في الصباح لا كنتي غادا الخدمة ولا مدرسة عرفتي تبارك الله. سمع الصاف كيبقى يغني نهار كيبقى يغني. ايوا لا حول ولا قوة الا بالله. الشباب لي ساكن كيحرقو أو كيدلعو، لا حول ولا قوة إلا بالله. على البلاد ديالنا المغرب لا حول ولا قوة إلا بالله. أو فيك مساكين أمهات كيبكيو على وليداتهم أو كيبكيو على رجالاتهم. إوا لا إله إلا الله وصافي الله. المغرب ديالنا مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله. ناس مقهورين ولا يبكيو. إوا لا إله إلا الله الله يكون معنا يا ربي. لي دار شي ام على ولادها، لي خسر ام الخطر ديالها على ولادها والله العظيم. الله يبقاو فيك لا حول ولا قوه الا بالله. شي خصو يحرق كلشي خصو يسافر ما يبقاش هنايا الحق راه ما بقى حق ما بقى حتى شي حاجه. كلشي غلا كلشي تزاد كلشي عطاو يزيدوك فيه الما يزيدو فيه. درت شويه زيت رومية وندير شويه زيت زيت العود مكتر شي زيت بحسب انا الرفيسه مكنكترش فيها الزيت. الا كترت فيها الزيت تجي مدسمه وانا مكنعنديش معاها هكاك. ايوا غندير شويه الابزار. ايوا لا اله الا الله صافي الله يكون معنا يا ربي الله يكون معنا. درت الابزار عندي سكينجبير
العظيم اللي كنبكيو معاه قسما بالله، عرفتي كيبقاو فينا هنا اللي كتبكي على ولادها، اللي كتبكي لا حول ولا قوة الا بالله، العظيم الا نبكيو معاه انا بعدا كنبقى نبكي انا. هادشي اللي واقع الله يهدينا، الله يهدينا على بعضياتنا الصغر. عندي شويه ديال الملح، الفيديو اللي حطيت معكم البارح حمص الدواره نسيتو، حقدرت الملح وما صورتهاش. هذا ما ينسى لي ما ينسى، يكون عندك الذاكره داك. دابا غنخليها تشحر، نزيدنا على العجينة عجنتها، يلاه عندك تشوفو هو العجينة عجنتها، هاكا عجنتها في الصباح وخليتها ترتاح، درتلها غير زويته، غزلتلها غير مليحة والماء صافي. دابا غندير لها ندير الخضروات باش نطيبها، تبقى تراسا العجينة تحس على خاطرة، نتي غنكورها بحال هكا ونرجع معاكم. هنا كنديرها مع الصغيرين على حساب المقلة ماشي نوضي الحبات ديال المعكازات، نوضو تحداكو، نوضو ديرو الحريق، ديرو ديرو الرفيسة، ديرو كسكسو، هاي نهات، بارك علينا وتبارك الله، الله يديم نعمة ويحفظها بزاف يا ربي، بارك علينا، هادشي كافينا الحمد لله، داكشي اللي كتب الله كنديرو. نزيد شويه السكريشي، غنخليهم يرتاحو شويه وغادي نرجع معاكم باش نبدا الخبز ان شاء الله. دابا انا درت المقله تسخن باش نطيب فيها، نتينا دابا انا كنطيبهم كنديرهم غير صغيورين،
غنستمر بحال هكا قلب ونحط وحده قلب ونحط وحده حتى يطيبولي كاملين ونشوفكم كيفاش جاو. هانتيني دابا كنطيب هادي على هادي دابا كنقلب ونحط تا غنطيبو كاملين في دقة وحدة غنسالي سالي تا نكاعها هذا كيف نساليه مره نساليه مره غادي نفركتهم مع بعضيات كنا في البلاد كنا كنطيبو في الفرح في مقله كبيره تعواد كنديرو عرفتي قداش نيه فتاته ياك نبقى نديرو هادي في وسط هادي لي كيطيبو كنبقا نطويوهم كنطويو ثلاثة 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 مع بعضاتي أيوا كتقلنا الوالدة مسكينة كتقولي لي نقولو لهم الرفدات درنا سبعة الرفدات درنا خمسة الرفدات جا كلشي مع موالي حتى حاجة من داكشي هذا كلشي مشى يعني لا كلشي مشى بقى حتى حاجه بحال داكشي اللي كان شحال هادي الله يستر ولا كيف مدينة كيف دار ليا بحال حتى حاجه ما بقات كيما كانت تبارك الله كنا دابا الحلوله اللي دخل ياكم عندهم غدا يزمن الباب يطلعوا بيه في النار دخلوا الله يستر مشي عندهم دار وما ليش تاكل تبقى الأنانية و مشي كيكذب على شي مشي كيغش شي مشي كيكبر في شي مشي كيتخرج هما يهضرو فيك والله يخرجنا من دار العيب بالعيب يا ربي قاتلة ثقة و قاتلة تبعت حرامية فيا مشيتي إوا صافي دابا أنا كملت بقالي وحدة نكمل إن شاء الله هاتي هذا دابا نجي طابو شو كاملين مفروقين على بعضياتهم طيبتهم في دقة وحدة ولكن كلهم جاو مفروقين على بعضياتهم مجاو شي ملاقين شتي كيفاش جاو
يجوا فوق. هذا هو التريك ديالنا، هذا هو التريك ديالي اللي كندير، ندير هذاهم ولا كندير هذاك بوشيير كيجيو واعرين حتى هما. المريقه ديالي هي كطيب. دابا انا نقطع التريك ديالي وغادي نوريكم كيفاش قطعته. هانتي دابا نقطعهم بحال هكا هكا. اللي عنده المقاس يدير المقاس، واللي ما عندوش يدير بالنص. هذا يكون عندك النص ماضي قطعات النص. هكا كاملين طعم حركة كاملين بحال هكا. هكا مقطعين هانزيد ديالنا بحال هكا. أو دابا غنستمر بحال هكا قطع كاملين ونرجع مع خوتي عزيز مطولش عليكم الفيديو. سيب المقص غتيجي ساهل، المقص ضيا كيتقطع، النص عاودت لك عندكم ماضي ضيا عاوتاني كيقطع، نحط لك حافي كيعدلو شويه، إيوا قبلو عليا خوتاتي، قبلو عليا. ولي عجبتكم القناة ديالي ديرو لي لايك وبارطاجيو الفيديو، الله يسهل عليكم وتشتركوا معايا في القناة باش نشارك معاكم داكشي اللي كندير، وشجعوني الله يوقف معاكم يدعي معاكم في هاد النهار الميلود، الله يسهل عليكم مصعب واللي مرض الله يشافيه ويعافيه، الله يرزقنا ويرزقكم خير ان شاء الله. هادشي اللي كنتمنى مع الله سبحانه وتعالى. صافي كيطيبو مع بعضياتهم حق كيطيبو زوينين ما كيجيوش من تتحوي الشكل كان شويه غلاطي حيدوهم ايوا داكشي اللي كيعجبكم. ودابا غنكملهم ونرجع لكم. هانتوما كي جيتكم واش حادقة ولا ما حادقاش؟ هانتو درت كسي هاد التريد بارك عليا، هادشي هذا كافينا حسن ما تقطعيه، ملي كتكون قليله وتجي زوينه حسن ما كتجي بزاف وتجي كتقطعيه.
هانتوما هذا ديالي وجد. غادي نسقي هاد القصيعة ديالي. عرفت الشركة معاكم راه ديالي ديالكم اختلفت. والله ديما العلا حتى للسعودية. ديروا البيضات وانتم. هذه هي الفيسه ديالي اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى تعجبكم وتكون خفيفه على قلوبكم. وديروا معكم واحد الجيم وبارطاجيو القناه الله يسهل عليكم وخليتكم على خير ومع فيديو جديد ان شاء الله. وكنهدي المتابعين ديالي هذه القصيعه ديال الفيسه بالصحه والراحه وعواشركم مبروكه. الله يجعلها يدخل عليكم بالصحه والهنا والتيسير وشي رزيق ان شاء الله بحول الله. يلا خليتكم على خير ومع فيديو جديد ان شاء الله الى بقينا في العمر.